أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع جلسة المجلس الخاصة المقررة اليوم لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة 116 من الدستور. وأشارت المادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة إلى وجوب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. وكان الغانم قد وجه في وقت سابق الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية وبشأن تنظيم القضاء.